بدوره أكد سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أن الأولوية في هذه المرحلة هو التركيز على الحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين والمقيمين مشيدا بالتعاون من قبل المواطنين والقطاع الخاص الذي يدل على وعي المجتمع البحريني المرحلة اللي احنا نمر فيها اليوم والجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد حفظه الله هي في الاساس تركيز على الحفاظ على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين. في نفس الوقت نحن نسعى بقدر المستطاع ان نحافظ على تركيبتنا الاقتصاديه وعلى التنميه المستدامه في اقتصادنا الوطني فنحاول ان احنا نسير في مسارين ان دون ما واحد يطغي على الثاني او واحد ياثر على الثاني. إنما لاحظناه في فترة الأسبوعين تقريبا الماضية من تعاون كبير من القطاع الخاص والمواطنين بصورة عامة هو دليل واضح لوعي المجتمع البحريني ونشكرهم على كل ما قاموا به فهم شريك أساسي في هذه العملية وبالنسبة لنا كل مواطن ومقيم مشارك في تطبيق هذه الإجراءات هو سلاح في مكافحة هذه المرض وهذه الفيروس فنشد على يدهم ونطلب منهم التعاون المستمر اللي عودونا عليه في اخر اسبوعين للمرحله القادمه الى ان نجد انفراج اكبر ان شاء الله في الامور ونعيد التقييم في قراراتنا